اوكي اعزائي، رجعنا من بعد الفاصل. نعمل لكم السلطه المقرمشه مع الخضروات الطيبه مع الجوز المحمص، وكمان راح نستعمل من المراعي جبنه الفته الطيبه كثير. نبدا في تجهيز الدريسنج. راح اضيف طبعا عصير ليمون، وبعديها راح اضيف زيت. نحكي عن طيبه ولا اطيب، منتجات البان، لبن شنينه ولبني، اسم مشهور مرتبط بالجودة والطعم البيتي، وكمان ما بنستغنى عنه في رمضان على سفرنا على الإفطار على السحور. وكمان ما ننسى عندهم منتجات طيبة كثير من تروبيكانا، منتجات مصنوعة من نكتار العصير الطيب كثير، ومن العصير الطازج أيضا. بعض منتجات مثل عصير برتقال الطازج لا يوجد فيها سكر مضاف، من دون سكر، يعني الناس اللي معهم السكري بيقدروا أنهم يشربوا ويكونوا مبسوطين وسعيدين بالعصير. اوكي، هون جهزنا دريسنج عبارة عن ليمون وزيت. راح اضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل عليها. شوفوا كيف هون الفلفل بين انه طبعا عديد من النكهات. فينا التوت المشكل، برتقال مع اللب، برتقال بدون لب، مانجا وفواكه وتفاح الى اخره. في لنا كثير عصائر. اوكي، نضيف كمان شوية من الملح. طبعا عصائر التروبيكانا كثير منعشة على موضوع الافطار كمان ولا أطيب منها. أوكي، نرجع للسلطة. نبلش نضيف مجموعة الخضروات اللي عندي. عندي شوية فجل هيك مقطعين قطعات رفيعة جدا، عندي جزر. قد ما فيكم تستعملوا من الخضار استعملوا، برمضان كويس للمعدة. عندي خس زي ما انتم شايفين، وكمان عندي شوية من الملفوف الأحمر رحين نضيفه. شوفوا قديش صار اللون حلو. وكمان عندي ملفوف أبيض. اي شيء عندكم خضار حابين تستعملوه، حتى ممكن نستعمل البروكلي، ممكن نستعمل الفاصوليا، كثير طيبه. نخلط السلطه وبعدين نقدمها مع الجوز وجبنه الفته. ممكن تكون هاي حتى وجبه متكامله، كون احنا اضفنا عليها البروتين اللي هو جبنه الفته من المراعي. اذا نعيد نذكر شو عملنا اليوم. عملنا اليوم قوارب البتنجان مع كرات اللحم من نبيل. نبيل بكل وقت ولاي وقت ولا يهمكم. وعملنا كمان طبق سمك هامور مقرمش مع طبقة مقرمشة، وهسا عم نسوي لكم السلطة مع الجوز وجبنة الفتة. ممتاز، نسكبها مباشرة. شوف السلطة قديش ممكن تكون منعشة وطيبة. نبدأ فيها إفطارنا. رحين تشوفوا إن شاء الله وصفات كتير غريبة اعتبار من بكرة، بس إحنا دائما بأول يوم برمضان بنضل شوي حذرين إنه يعني حتى إن شاء الله كل شيء يزبط معانا والحمد لله رب العالمين. شوف السلطة ما أجمل الألوان اللي فيها. عظيم جدا. هون راح أفتح جبنة عندي الجوز. هون حبايبي عبارة عن إيش؟ عبارة عن جوز حطيته في صينية، دخلته على الفرن، عملت له عملية تحميص وأموره كانت ممتازة. هون بدي أفتح جبنة فتة المراعي. أوكي، بدي أعملها بشكل يعني كرامبل، مش بشكل مقطعة وبشكل أنيق، بدي بشكل تكون كرامبل هيك. نطلع القالب من الباكيت بهالشكل ونبدأ بتفتيت الشيز. طبعا اهم شيء نوزع كمان احنا الجبنه في كل مكان. هاي من الاجبان، من السلطات اللي ممكن تكون كطبق رئيسي، بتطلع طيب كثير. طبعا ممكن تحطوا قد ما بدكم من الجبنه او تشوفوها مناسبه. في التشيز طيب كثير مع السلطات وبتعطينا طعم منعش جدا. اوكي، نشلع كفوف ونغيرهم. كفوف أرزد المتينة ممتازة، تستعمل لجميع الاستعمالات الطبية والصناعية والبيتية، روعة. هيا دائما نستعملها احنا. الآن بدنا نضيف الجوز، وبعديها بدنا نشوف وصفتنا للحلو. هاي الجوز، شوفوا يعني كيف هالسلطة عبارة عن خضار كلها مقرمشة وألوان حلوة وجوز محمص ومغذية زي ما حكى عليه وصحية وروعة روعة.
هاي سلطتنا صارت جاهزة، ممكن نقدمها الآن. ويا ريت يا علي خلينا نشوف وصفة الحلويات اللي هي مفروكة جوز الهند أو المفروكة، إشي روعة. أوكي هاي خلينا نقدم الصحن هاد. إذن حبايبي نطلع فاصل، وبعد الفاصل حنصور طبقنا الأخير اللي هي مفروكة جوز الهند. استنونا.